أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أن شركة برينغ التابعة له شارفت على الانتهاء من نفق حفرته في كاليفورنيا لتسهيل مرور السيارات بسرعة إلى وجهاتها، لكن الجديد أن النفق سيصل إلى مرآب السيارة في البيوت. وتعتمد فكرة المشروع على مصعد هيدروليكي يأخذ السيارة من الشارع إلى أسفل الأرض، حيث ستنقل على بساط معدني مثبت على قضبان سكك حديدية بسرعة تقارب 125 ميلا في الساعة، لتتجنب بذلك الازدحام المروري.